No. No light. I think it was a very long day. And I think we have a lot of this workshop. And thank you guys for your valuable contribution and for your especially being from morning till 5 past Sunday. And also I want to thank the organizers of this workshop. Let's thank Olive, the Instagram forum. And also I want to thank the government officials for just I was in here for also for support. Civil society and local NGOs international. Thank you for being here. And Hani, and Fair, of course, just came all the way from there, from London to here. Just see. No, I came from Juba. Just see for having facilitated this workshop. Actually, is very hard working person in the city for this time of this effort to serve these people. Thanks for, special thanks for him. All of us. And thank you for you. And just I know this very long day, and I don't want to see don't say I'm more honest. Thank you for being here. Thank you. For the government? Yes. What is it? Yeah. Government. Yeah. Come on, government. Come on, government. Have the all the money. Check, check. Islamic Relief بمعنى مقر انا هم هذه العليه انا وصل لها مقع وسعادك بالفات يعني مقع ما سنتين برنامج كان اتصال اول شيء كل ما هو برنامج معنى اداب مهمه ما هو حسنا وكم سنتين تاع مقر والله عن هم هذه العليه ولا لها كان كسوق كسوق انا كان حتي عن بنك الدولده اما بنك لوكال اي جي او اما هو انترناشونال اي جي او جد إيشو ما واحد سهل واحد معنا استقبل كأول كأنا قاعد أنا أما أنا قاعد أهان تناي واحد يصير اللي ضلنا وحسن ما يكون ده مك وأنا توبي ما أنت بمعنى تنيد أنا بمعنى كهذا شر مك أنا بمعنى أنا مرة أبو برالونا يا الله ربي إن كسر هذا مرضى بمعنى حاجة ذاك بمعنى ودلا كسر التاسين مك إسلام بريف ما بقارع يعني وجدنا يا صوت هذا ذاك الشقية انت هذا البرنامج راح يفوكس كسارة هي ماتيريال انترفينشن صار هي صار لكن برنامج جدا بيئة او انفايرمنت هي قصية ونوشن راح تعاون معايا هي ماتيريال انترفينشن هي كم مهم صار هي تصير في عمرك فرق بمعنى والله تعامل مكا سو ذات مكا اسلامي ريليف تيم هذا كان كيما تعلم دكتور هاني وهو هي اصحابته كلام كان في لجوة هذا كان راح مسجلين لها برنامج جدا اوكي بمعنى انه يكون جيدا من كل انترفينشن اسمه كل يوم معنا هنا نفوكس كده على الصار سيدو كلام عن سو جديدين لها ما يا فرورة كشف غير إن عديان كشف غير هذا أدب من معنا أنت بس هذا دكت هذا البلد بمعنى هنا سيدو الله يقف في عليها ما دام أنت بلد لصو شقي ما أنت واحد له دالية سو هذا بعيدين لي هاي عياه دلوقتي شيء معنا ميت نظر أما عياه قصص سبرامش يعني أنا مش كسي مضنا إسلام بريف سوى ما حد قارب حمزة وجدنا دولته وعندها وعند صوتها
كلاس ترى عنده البلان أما ميراب عنده البلوانت يعني أنا وزارة ما قاعد أقول ده وحاط على وزارة ده الدولة الشغالة أسكت معنا هنا سلوية لنا هذا كابو قابس تبي يقول لي والله ما أقدر لك مسجى وأنا بينته ما إسلام يقولي معنا سيستم كذا أنا وأقوم أحسنتي إن شاء الله. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الأمير. خالد طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بتقول الحمد لله. الحمد لله. الله العظيم. أنا بقول الحمد لله 50 مرة وحاشو الحمد لله. عجبكم الحمد لله. نقاط هتكلم فيها بسرعة جدا عشان الوقت. I wrote few points. Actually, I wrote few points. Okay. Today, اليوم هو بداية المشوار. The beginning of a long process to build future. اليوم هو بداية المشوار لبناء المستقبل. Today is the first step of a long process is to build the future. This number one. By you. Forget about Qatar Charity. Forget about Direct Aid. Forget about Islamic Relief. Forget about foreign agency. By Somali organization. Okay? It's number one. الرسالة والرؤية. يبقى الأول هو المشوار والمستقبل. الرسالة. لابد علينا أن يكون لنا رسالة. We have to have a message to deliver to our community. Without having a message, ignorant. We don't know how to lead our community. يبقى الرسالة لابد يكون الرسالة ننقلها للمجتمع. If you are in the middle of the desert, if you don't know where to go, we'll be lost. لو احنا في وسط الصحراء لا نعرف اين نتجه سنموت. المشكله نحن نعرف المشكله ولا بد من ايجاد الحل. We know the problems. We have to analyze the problem to find the solution عشان نجد الحل. يعني هنعرف المشكله نحلل المشكله ونجد الحل. والحل local and the solution has to be local. And the solution has to be local and traditional. الحل لابد يكون محلي 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 في أيدينا. المجتمع الصومالي. We represent our Somali community, state, nation, call it. And we have to create our leadership in humanitarian work. ولابد علينا أن نبرز القيادة داخلنا. ونشرك معنا الشباب مع النساء عشان تكون القيادة متكاملة. And we let to empower the youth يبقى المجتمع والقيادة الدور والمسؤولية role and responsibility. لا نستطيع أن نعيش دون أن يكون لنا دورا. We can't live, we cannot afford to live in this life without having a role to play. Forget it. Forget it. واحد هيكون زعلان مننا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكفة الأنبياء. The first one will be upset with all of us is محمد صلى الله عليه وسلم and all other prophets. Each and every one of us عايزين كل واحد منا to have a role. يصبح مصلحا اجتماعيا. في المجال المتخصص فيه. To become a reformer in his specialism. Or her specialism. The door. المسؤولية كلنا مسؤولون. كلكم مسؤولون عن ذاتي. Every one of us is responsible for his people. My family. I become a teacher in the school. Become a teacher. Become president. Become minister. Become head of organization. And I'm responsible for everybody in the organization. لابد أن نتحمل مسؤولية من نقودهم. والقيادة هنا ليست شرفا ولكنها مسؤولية.
leadership is not some ownership, it's responsibility. هي جهد واجتهاد وصبر وعناء. It's effort, it's patience, it's suffering and hardship. Leadership is not gaining money. In Sudan, at least 10 days ago, they agreed to do something for climate change. وافقوا انهم عملوا شيء للclimate change اللي هو التغير المناخي, وحاليا عملوا اجتماع اولي يوم الخميس الماضي وبيحاولوا يعملوا اتصال بالحكومه عشان تساعدهم يعملوا مؤتمر كبير في السودان. And they are trying to contact and connect with the Sudanese government to make a conference before the COP26 ان شاء الله, so they can go there with an outcome. هذه مسيره, this is a process. مسيره يعني ايه بالانجليزي؟ track. This is a track you have to build solidly, not only for your organization. هذه مسيرة لابد أن نبني لها طريق صعب, sorry, طريق صلب, ليس فقط لمؤسستك بل للمجتمع كله. This track has to be built by us, for the community, for the society, for the nation, for the state, forever, for generation to come. We have to build it. حتى لو لم نستطع أن نكمل بناء هذا التراك, even if we cannot complete building the track, at least we started. حتى لو نستطع أن نبنيه, يبقى على الأقل بدأنا لكي يأتي من بعدنا من المسار وهذا المسار. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. في تسعيف بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. And I love you. ما في تسعيف. And I love you. بحبك يا حسن. السلام عليكم. One group of, yes. Outside. I will wait.